عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد. واذكروا الله يا حبايبي، لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. حبايب قلبي، النهارده ان شاء الله هنخش المطبخ نعمل صوابع العمده. حبايب قلبي، صوابع بنت العمده، بسم الله ما شاء الله. شايفين يا حبايب قلبي شكله عامل ازاي ومتحمر ازاي؟ ما شاء الله ما شاء الله. حبايب قلبي ريحته جايبه لاخر الشارع. حبايب قلبي حاجه كده روعه بالامانه، وتحفه تحفه بجد. ان شاء الله باذن الله حبايب قلبي بكل حركاته بكل تكاتب كل تفصيله فيه ان شاء الله هنعمله مع بعض باذن الله، ويطلع معاكم احسن ما انا ما عملت. تجربوه يطلع معاكم احسن ما انا ما عملت. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم، يدينا ويرضينا كلنا ان شاء الله. حبايب قلبي ويصلح حالنا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. وتحط اللايك حبايبي، حط اللايك. اللي ما شاركش في القناه يشترك، واللي ما ينفعش زر الجرس يفعله عشان يسلم من كل جديد. ربنا يبارك فيكم اخواتي وحبايبي، ما تحرمش منكم ولا من الكومنتات الحلوه اللي انتوا بتكتبوها لي. يلا بينا حبايب قلبي على المطبخ نشوف احنا هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. يا صباح الورد والفل والياسمين عليكم حبايب قلبي. ان شاء الله باذن الله حبايب قلبي النهارده قبل ما نبدا في وصفتنا هنقول ايه حبايب قلبي؟ هندعو لاخواتنا في غزه وفلسطين وفي رفح ان ربنا يفك كربهم ان شاء الله، وينصرهم على من يعاديهم، ويجعل نصرهم قريب ان شاء الله، يشفي مرضاهم ومرضانا ومرضى المسلمين اجمعين، يرحم امواتهم وامواتنا واموات المسلمين اجمعين، اللهم امين يا رب العالمين، ويصلح حالنا جميعا. امين يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. الا ان نصر الله قريب، يا رب يجعل نصرهم قريب ان شاء الله، يطعمهم من جوع وامنهم من خوف ان شاء الله باذن الله. حبايب قلبي ما ننساهمش في دعائنا في كل في كل وقت وفي كل صلاه ندعي لهم ان شاء الله، ربنا يفك كربهم وكربنا وكرب المسلمين اجمعين يا رب العالمين، يدينا ويرضينا كلنا، يصلح حالنا جميعا. حبايب قلبي النهارده ان شاء الله باذن الله جايين هنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل مع بعض صوابع بنت العمده، اللي هي ايه حبايب قلبي؟ مقاديرها معايا هنا بالكوب المعياري ده حبايب قلبي. نخلت 6 كوبايات دقيق، حطيت عليهم ذره ملح، وحطيت عليهم باكو بيكنج باودر، تمام كده. معايا هنا حبايب قلبي ايه؟ الخميره بتاعتنا، حطيت باكو خميره فوريه. ما عندكيش فوريه ممكن نجيب الخميره العاديه بتاعتنا، ناخد منها قد الثلاث صوابع كده حبايب قلبي زي ما انا مورياكي كده، يا دوبك الحته دي بالظبط ماشي. وحطيت معلقه بالمعلقه المعياريه دي حبايب قلبي سكر، معلقه دقيق، وحطيت حبايب قلبي الخميره، الخميره ونص كوبايه لبن، تمام. دوبناهم مع بعض، ومعلقه زيهم سمسم متحمص حبايب قلبي. يبقى مقاديرنا هنا ايه؟ معلقه سمسم متحمص مطحونه، معلقه سكر، معلقه خميره، معلقه دقيق، تمام كده حبايب قلبي. وحطيت نص كوبايه لبن، ذوبتهم مع بعض دافيه طبعا عشان الخميره تتفاعل. هنا حبايب قلبي في البوله بتاعتنا هنا حطينا ايه؟ حطيت 5 معالق بنفس المعلقه المعياريه، وعليهم نص معلقه معلقه السكر حبايب قلبي، وحطيت عليهم نص معلقه كركم، تمام كده. معايا هنا حبايب قلبي بنفس الكوب المعياري معايرين 1.5 كوباية لبن مدفيينهم، هنسمي الله. يبقى مقدارنا في اللبن، وهندوب حبايب قلبي المقادير بتاعتنا كده. هنحتاجه الايدام بتاعنا هيبقى قد ايه يا حبايب قلبي؟ 1/4 كوباية لربع سمنه. هتقولوا لي كتير، هقول لكم لا مش كتير كده، تمام قوي حبايب قلبي على المقدار اللي احنا عاملينه، وبيطلع بسم الله ما شاء الله النتيجه ان شاء الله تبقى مرضيه وترضيكي. نعيد تاني المقادير مع بعض حبايب قلبي. اللي انا بدوبه ده ايه حبايب قلبي؟ حاطه 5 معالق سكر بنفس المعلقه المعياريه، نص معلقه كركم، 1.5 كوباية لبن دافي، بندوبهم مع بعض. عامله هنا ايه حبايب قلبي؟ نخله 6 كوبايات دقيق، حطيت عليهم ذره ملح، وحطيت عليهم باكو بيكنج باودر. الخميره هتتفاعل ازاي حبايب قلبي؟ او عملنا ايه عشان نعمل الخميره؟ حطيت معلقه سمسم كبيره مطحونه ومتحمره، تمام، محمرين السمسم وطحنينه، ومعلقه سكر، وزيها معلقه خميره، معلقه دقيق، حبه ايه حبايب قلبي؟ 1/2 كوباية لبن دافي، تمام كده. دي المقادير بتاعتنا حبايب قلبي، دي عدتها لكم تاني. نحن كده هنقول ان احنا السكر بتاعنا داب حبايب قلبي كده، هنسمي الله وهنفضي الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا مش هنحتاجه بقى المعلقه خلاص كده، احنا هنبدا بقى نشتغل بايه؟ بايدينا. بسم الله هنعمل ايه بقى حبايب قلبي؟ هنفضي الخميرة عشان بص طالعة بسم الله ما شاء الله، عشان تعرفي ان الخميرة ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر.
ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا حبايب قلبي، ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين كده زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا حبايبي، ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين كده حبايب قلبي. هنبدا ان احنا ايه نعجن العجينه بتاعتنا تمام كده. بسم الله ما شاء الله، شايفين لونها حبايب قلبي ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين، اللهم امين يا رب العالمين. يا رب حبايب قلبي الطريقه دي تعجبكم والفيديو نور اعجابكم، وتحطوا اللايك حبايبي حطوا اللايك. بسم الله ما شاء الله. طبعا حبايب قلبي احنا زي ما احنا متعودين انا ما حطيتش اللبن كميه اللبن كلها تمام كده، هنكمل بقيه المقدار بتاعنا. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم حبايب قلبي، ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين، اللهم امين. نفضل نعجن فيها حبايب قلبي كده لحد ما تحسي ان الدقيق كله اختلط بكل المكونات بتاعتنا تمام كده ما شاء الله ما شاء الله. هو يعتبر زي الفايش السعيدي حبايب قلبي، بس دي حاجه طبعا ايه مختلفه عنه شويه، بس حاجه كده بالامانه روعه روعه ما شاء الله ما شاء الله. النتيجه ان شاء الله في الاخر هتبقى مرضيه ان شاء الله باذن الله حبايبي. زي ما انتم شايفين كده خليكم معايا. بص حبايب قلبي كده معانا اهوت العجينه بتاعتنا، هتحسي انها بتلزق. كل ده لما نفضي ان شاء الله السمنه ونملكها هتحسي ان هي ايه قطعت معانا حبايب قلبي. كده بسم الله ما شاء الله، هنفضل معاه لحد ما نشربها الايدام كله حبايب قلبي. هتقول لي يانا؟ هقول لكم لا مش يانا، احنا هنفضل معاه لحد ما تتملك معانا بالايدام كله زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم حبايب قلبي، ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين، اللهم امين. بس اول ما نحطي الايدام تحس ان هي قطعت معانا تمام. كل ده مع العجنه حبايب قلبي هتتشرب العجينه وهتطلع معانا ان شاء الله نتيجه مرضيه جدا جدا، ربنا يصلح ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين كده حبايبي. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. شايفين يا حبايب قلبي شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، في الاخر ان شاء الله النتيجه هتبقى مرضيه جدا جدا. يا رب حبايب قلبي تكون دفه خفيفه واكون قادره اوصل معلومه وتكونوا بتستفادوا مني. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين، يدينا ولادينا ان شاء الله ويدي كل واحد ما يتمنى، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم تقبل اللهم استجب، وانصر اخواتنا في غزه وفلسطين يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. يجعل مصيرهم قريب ان شاء الله باذن الله. خليكم معايا يا حبايب قلبي عشان الفيديو ميبقاش طويل عليكم، املكها بس ولما اوصل للنتيجه اللي انا عايزاها هوريها لكم. بص حبايب قلبي شايفين؟ شايفين العجينه عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله حبايب قلبي، كتر ما انت بتعجني في العجينه حبايب قلبي بالذات في المخبوزات يديك نتيجه ان شاء الله باذن الله مرضيه وترضينا وترضيك ان شاء الله باذن الله. شايفين حبايب قلبي؟ طالما مقاديرنا مظبوطه يبقى الدنيا معانا ان شاء الله باذن الله تمام تمام حبايب قلبي كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم حبايب قلبي، ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين كده حبايب قلبي. بنبدا معاها كده واحده واحده لحد ما نحس ان العجينه خلاص كده مش محتاجه اي حاجه تاني مني. كل المقادير اللي انا قلتها لكم حبايب قلبي اديتنا النتيجه اللي انتم شايفينها دي، ليه؟ عشان المقادير معانا مظبوطه تمام كده حبايب قلبي. هسيبها بقى خلاص كده تمام، هسيبها بقى هسيبها في مكان اغطيها وهسيبها تخمر حبايب قلبي، اول ما يختمل ان شاء الله نرجع نشتغل فيها، هتبقوا معايا واحده واحده. ربنا يصلح حالي وحالكم، ما تنسونيش في اللايك، ولو الفيديو عجبكم اعملوا له شير. خليكم معايا حبايب قلبي، رجعت معاكم شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. شايفين يا حبايب قلبي؟ شايفين صوابع بنت العمده عامل ازاي حبايب قلبي؟ ما شاء الله كده العجينه اختمرت بسم الله ما شاء الله. هنجيب بقى حبايب قلبي كده الصاب تمام كده ان شاء الله باذن الله، بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي اخده كفايتها من الدهان حبايب قلبي، فهنعمل ايه؟ هنعمل كده حبايب قلبي
هي قدامها يعني موجود فيها، فمش هنحتاجه ان احنا ايه نعمله ندهنه الصاج. تمام كده، نعمل لها كده على ايدينا ونحط حبايب قلبي كده. طبعا هنبعد المسافات عشان خاطر ايه، احنا بعد كده ان شاء الله هنبططها مع بعض، وطبعا ايه هتختمر تاني في الصاج. تمام كده، نفضل كده معاها نجمع كده 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 زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، وتروح عامله كده اللي بيها تدي ايه نعومه للوش زي ما انتم شايفين. تمام، وهنحط جنب بعض كده حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله، خليكم معايا حبايب قلبي. بص حبايب قلبي كده جينا عملنا ايه الكور بتاعتنا. هنعمل ايه بقى حبايب قلبي؟ هنيجي ببطن ايدنا كده ونروح ايه عاملين لها كده، تبقى قرصه حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده كده، ما تبططش. تمام، عشان تدينا شكل القرصه كده حبايب قلبي زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. ربنا يحسن بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين، اللهم امين يا رب العالمين. يا رب حبايب قلبي جربوا طريقتي دي ان شاء الله تعجبكم. طبعا حبايب قلبي كده، وهنسيبها بقى تختمر وترتفع في الصاج، وبعد ان شاء الله ما تختمر هنشوف احنا هنعمل فيها ايه حبايب قلبي. هندخلها طبعا الفرن، لسه في شغل حبايب قلبي فيها ان شاء الله باذن الله. هنبقى مع بعض واحده واحده، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. كده حبايب قلبي زي ما انتم شايفين، شايفين بسم الله ما شاء الله. ليه انا سايبه مسافات واسعه كده ما بينهم حبايب قلبي؟ لان لسه هتختمر تاني، وعشان لما تخش النار طبعا هتنفش في النار فما يلزقوش بعض كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله كده حبايب قلبي، اخلص الكميه كلها ان شاء الله باذن الله حبايب قلبي واوريها لكم باذن الله. كده حبايبي زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كده حبايبي. ايه رايكم بقى ان شاء الله باذن الله حبايب قلبي؟ قبل ما ادخلهم الفرن ان شاء الله هوريها لكم واكون خلصت بقيه الكميه، خليكم معايا. بص حبايبي، وادي الصاج الثاني، بسم الله ما شاء الله، برده نفس الوضع حبايب قلبي. نتك عليها كده ببطن ايدنا ونعمل ايه، نبططها كده بصوابعنا حبايب قلبي كده زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. ما شاء الله حبايب قلبي بيرمي بقى كميه مش قادر اقول لك يعني. بسم الله ما شاء الله، يعني نقوله مثلا اخذنا ايه كيلو دقيق بس بيديكي كميه كبيره جدا جدا، وبقى حاجه غاليه جدا بره حبايب قلبي. طب على ايه؟ احنا باذن الله ان شاء الله كل حاجه سهله بسيطه ونعملوها في البيت انضف واحسن حبايب قلبي. انت مكلفه وعامله حاجه ما شاء الله حبايبي، لو اللي بيجي الحاجه بتيجي من بره ما بتجيش زي ما احنا عاملينها في البيت، عشان احنا بنكلف وبنحط حاجه كويسه وقيمه غذائيه. طبعا عمري بره ما هيعمل لك باللبن حبايبي. تمام كده ان شاء الله باذن الله ادخلهم الفرن، وان شاء الله لما يطلع من الفرن هوريه لكم حبايب قلبي. يا رب ان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. خليكم معايا حبايب قلبي. حبايبي رجعت معاكم بعد ما طلع من الفرن صوابع بنت العمده حبايب قلبي، شايفين السوا؟ بسم الله ما شاء الله، شايفين طريه ازاي؟ ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم حبايب قلبي. يا رب ان شاء الله الطريقه بتاعتي دي تعجبكم وجربوها وتطلع معاكم احسن ما انا ما عملت. ان شاء الله حبايب قلبي احنا مش كده هنكتفي وخلاص، لا احنا لسه ان شاء الله هنقطعها صوابع وهنحمرها باذن الله حبايب قلبي، حاجه كده فاخر من الاخر حبايب قلبي. شايفين عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. ممكن حبايب قلبي عايزه تحتفظي بيها كده جزء منها وتشيليها في الفريزر وتطلعيها زي سندوتشات للولاد، او عايزه تتليها كده جميله جدا جدا حبايب قلبي. تمام، دي حريه شخصيه بقى، انما انا ان شاء الله هعملها صوابع بنت العمده وهوريها لكم. هو شبيه للفيش السعيدي حبايب قلبي بس حاجه احلى كمان. ان شاء الله باذن الله تجربوها وتطلع معاك احسن ما انا ما عملت. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. ما تنسينيش في دعوه حلوه، ما تنسوش تحطوا لي اللايك وتفعلوا زر الجرس، واللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان يوصلوا مني كل جديد. وتصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تذكروا الله لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.